مرحبا يا رفقاتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ محمد موسى الفاميلي. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. مثل ما شفتوا رح اجاوب على اسئلتكم، رح اجاوب على الاسئله المتكرره اللي دائما بتوصلني، فقلت لازم اني اعمل فيديو شوي يكون هيك طويل شوي لحتى اني اقدر اجاوب، لانه ما بصراحه ما بلحق اني اجاوب على الكل، كل واحد لحال. فخلص كل فتره بعمل لكم هيك، بجمع الاسئله المتكرره وبنعمل فيديو كامل بجاوب فيه على اسئلتكم المتكرره. تمام. وعلى فكره اسئله اليوم كثير مهمه، فلازم نكون هيك ما تلتهوا باي شيء حواليكم، تركزوا معي منيح لحتى تعرفوا شو الاجابه لكل سؤال. واول سؤال معنا اليوم من رحيق الايمان. السلام عليكم كابتن، الله يعطيك العافيه، يا ريت تحكي عن طريقه تخليك تستمر في التمرين وما تقطع بعد فتره معينه. تمام. يعني بتحكوا عن انه كتير شباب او كتير ناس لما بتبلش بالتمرين تلاقيها اول اسبوع متحمس لمده شهر، بعدين خلاص بوقف، ما عاد بده يتمرن، صار في كسل، صار في تعب، تلاقي هيك دغري بيأس وبيستسلم، دايت تمرين كله شو هالقصة هي المعقدة ما بده يستمر فيها. خليني جاوبك على هذا السؤال من تجربتي، انا تجربتي الشخصية كيف انا سويت هاي الشغلة او هيدا التمرين مثل روتين، يعني ما بستغني عنه ابدا. بعترف لكم اليوم مثلا على سبيل المثال عندي راحة، يعني لازم اني استراح كل 6 ايام مثلا مره، يعني كل بعد 6 ايام ارتاح مره واحده بالاسبوع مشان الريكفري وهيك، مع اني انا ما بحب اني ارتاح، بحب اني اروح كل يوم. ليش؟ لانه هي عاده بالنسبه لي، يعني ما لمجرد انه يعني اليوم ماني متضايق بس بدي اروح على الجيم. عن جد صدقوني، يعني بكره ماني مصدق امتى بس في الصبح لحتى اروح دغري على الجيم واتمرن، بحس حالي هيك انه في شيء ناقصني ما بعرف، لانه خليتها عاده. يعني احنا كل شيء بنعمله بهي الحياه من الصبح للمساء هو عباره عن عاده، يعني بتفيق الصبح تفطر نفس الفطور، بتروح على نفس الوظيفة، بتطلع مع نفس الرفقات، بترجع على البيت تحضر نفس البرنامج وهكذا. فخلي أو فكر شو هي العادة اللي ممكن تفيدكم وتكون صحية لإلكم على المدى الطويل. يعني أنتم ممكن تصنعوا هلأ عادة، يعني بلشوا مثلا بالتمرين، خلي كل يوم أنا بدي ساعة روح أتمرن كل يوم بالجيم، خلاص هاي الساعة يعني محددة إني روح فيها على الجيم، فرح تصير مجرد عادة، بعد فترة رح تصير عادة ما عاد تقدر تستغني عنها. هذا اللي خلاني أنا أستمر وصارت مثل روتين بالنسبة لي، وما فيني أستغني إني ما أروح على الجيم هيك، ما فيني أستغني عنها أبدا. بعرف طولت عليكم بالإجابة بس كتير مهم هذا السؤال، كتير ناس تقولي أنا كسلان ماني قادر أروح على الجيم، كيف أنت هيك يعني حفزنا كيف؟ خلوها عادة. يعني أي شيء تاني ممكن تلاقي حالك متحفز أول شهر تاني شهر ما رح تتحفز، نادر من الشباب اللي بتتحفز وبتكمل وبتستمر، بس انتو خلوها عادة. يعني مثل ما قلت لكم روتين بيصير عندكم، خلص تأقلمت انه انا لازم روح اتمرن، لازم روح اتمرن هاي الساعة مخصصة للتمرين، فخلص انت هون بالنسبة لك صارت عادة. طيب والسؤال الثاني، وهذا كتير يعني أسئلة اليوم مثل ما قلت لكم متكررة، فعن جد هذا السؤال كتير متكرر. عم يقول مروان انت متابعك من سوريا، انت سوري شيء لهجتك مبين السورية، بكل الأحوال بالتوفيق، بتمنى تزورني بقناتي وتعطيني رأيك لأنه بهمني. أكيد رح أزورك ورح أعمل لك لايك إذا قدرت. أنا فلسطيني سوري، يعني أصلي فلسطيني، ولدت بسوريا، أمي سورية، فمشان هيك أنا لهجتي سورية. يعني بحياتي ما رحت على فلسطين، أنا فلسطيني من حيفا لأنه يعني أجدادي من فلسطين، فمشان هيك أنه أنا فلسطيني سوري، ما بقول عن حالي بس أنه أنا فلسطيني، لا بقول أنا فلسطيني سوري لأنه كمان سوريا بالنسبة لي هي بلدي، يعني فلسطين وسوريا نفس الشيء. وبالنهاية نحن كلياتنا عرب، يعني فلسطيني سوري لبناني مصري أردني، كلياتنا عرب صح ولا لا؟ بنحكي لغة واحدة، فهي هي. ما بحب يعني دائما نقول فلسطيني سوري هيك، بس يعني كتير اجتني اسئله متكرره مشان هيك انا حبيت اوضح شو أنا يعني شو هو اصلي وانا وين ولدت. والسؤال الثالث معنا لرياني، عم تقول اهم الامور اللي لازم تعرفها كل امراه تود لعب الرياضه لجسم رشيق. يعني اهم شيء بالنسبه للصبايا بدها تلعب رياضه مشان توصل لجسم رشيق انه الاكل اهم، يعني الاكل مهم مع التمرين، مش انه بس روح اتمرن وارجع على البيت اكل شو ما كان، اكل محاشي ويبرق، ما راح يزبط الجسم، راح تلاقي في طبقات وشكل جسم من فوق شكل ومن تحت شكل، يعني ما له ضابط ابدا. الاكل 70-80% هو اللي بيخلي الفورمة تبع الجسم، يعني مع التمرين بيصير كله كامل سوا، تمرين واكل ونوم، هذول الثلاثه اهم شيء. طيب بالنسبه للتمرين، ما دائما بشوف صبايا انه بتتمرن بس الجزء السفلي، بدهم يكبروا مثلا الخلفيه او بدهم يضبطوا يشدوا الرجلين ويشدوا الافخاذ ويطلعوا البطن، ما بيركزوا على الجسم العلوي كمان. يعني لحتى توصلوا لجسم رشيق وفورمة حلوة لازم تتمرنوا يوم جسم علوي مثلا ويوم جسم يعني سفلي او جزء سفلي اللي هو الارجل، تمام، علوي وسفلي. ممكن بالجزء السفلي ترفعوا اوزان بالسكوات، القرفصاء، بالوالكينج لونجز، بهدول الامور، بينما بالجسم العلوي ما بتكون انتم ما بتكون يعني تضخموا او تضخموا، فمشان ما في داعي انكم تزودوا اوزان، بس
انكم تتمرنوا تمارين للظهر للاكتاف للايدين لحتى يصير كله متناسق كله مع بعضه، يصير في قوه من فوق، يصير عندكم قوه تحمل، تمام؟ لانه ما بيصير انه بس من تحت نبني ومن فوق كمان يطلع كتير هزيل وما يشد جسم، انتم بتكونوا تشدوا جسم كله كامل عشان يطلع رشيق وحلو، فجزء علوي جزء سفلي لازم تتمرنوا كله كامل. والشغله التاليه المهمه بالنسبه للصبايا انه كتير منهم ما بيشربوا مي، يعني المي مهمه جدا، يعني هي العضل، يعني هي اللي راح تخلي جسمكم يشد. لا تخافوا انه والله راح يصير معي حبس مياه وهيك، طالما انتم عم تاكلوا اكل صحي ما فيه كارب وصوديوم عالي، كارب كتير يعني قصدي انه صوديوم عالي، فما راح يصير في حبس للمياه بجسم. اهم يعني اشربوا مي لحتى يطلع المي لحتى جسمكم يصير صحي. الجلد يعني الجلد بينشد، ترجع خاصيه المطاطيه تبعه للجلد لو عم تشربوا مي زياده، فحاولوا انكم دائما انينه المي تكون معكم، كتير مهم هذا الشيء وخصوصا بوقت التمرين كمان، انه حاولوا تجيبوا معكم ولو لتر واحد بس تشربوه خلال التمرين على فترات. طيب ومعنا السؤال اللي بعده لعلاوي عم يقول: اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي. ثاني شيء يقدر الواحد ينشف وياخذ بروتين قليل الكارب؟ شكرا متابعينك، مو 20,000 ربي يوفقك حبيب القلب. تنشف مع بروتين قليل الكارب ممكن، بس اذا بدك توصل لنشافه افضل انه يكون معزول ايسو بروتين واي، تمام؟ يكون معزول ما فيه اي كارب او اي دهون او حتى سكر، فبيكون افضل للتنشيف. او ممكن ما بدك بلا البروتين باودر، اعتمد على الاكل، سمك دجاج لحم بدون دهون بيض، كل هدول تونة، كل هدول بيساعدوك لحتى تعوض، ما في داعي تاخذ بروتين باودر اذا بدك وقت التنشيف، يعني برايي انا يعني ويست اوف ماني. الا اذا كنت ما بتقدر تاكل فخلص ممكن بروتين بس يكون ايسوليت معزول. كمان هذا السؤال كتير بيجيني فانتبهوا، راح احط لكم انا حاول صوره البروتين اللي عم بحكي عنه هون، هذا افضل البروتين للتنشيف برايي. السؤال اللي بعده لابو يعقوب عم يقول: شو اهم عناصر وفيتامينات المهم تكون موجود في الصيدليه؟ انا عملت فيديو كامل عن المكملات ممكن تشوفوه، وشو حتى حكيت يعني شو المالتي فيتامينز والاوميجا 3 مثلا، الاوميجا 3 اللي هو زيت السمك، كمان الزنك والمغنيسيوم، كلهم هدول بتلاقوهم موجودين بالصيدليه، هدول اهم شيء. الفيتامين دي كمان والفيتامين سي، هدول كلهم بتلاقوهم موجودين بالصيدليه متوفرين وين ما كان. فانا شوفوا هذاك الفيديو راح تلاقوا بالتفصيل شارح عنهم، فوائدهم، امتى تاخذوهم بالكامل، فشوف الفيديو السابق للمكملات راح تعرف الاجابه. وهلا اساسي عم بيقول: افضل تمارين لاظهار عضلات البطن باسرع وقت. اول شيء لحتى تظهر عضلات البطن لازم يكون في شيء اسمه نسبه دهون قليله بالجسم، اذا كان عندك طبقه هيك سميكه على البطن فاول شيء بدك تخفف الدهون، تمام؟ لحتى تبين عضلات البطن، اوكي؟ حاول تخفف. اذا كان طيب نسبه الدهون عندكم قليله بتكون تطلعوا عضلات البطن باسرع وقت، ممكن تتمرنوا المعده 5 لـ 6 ايام. راح احط لكم انا هون تمرينين اساسيات يعني مهمين جدا ودائما بحكي عنهم بفيديوهاتي، اذا شفتوهم يعني اذا انتم متابعيني بتعرفوا انه هدول التمرينين انا دائما بلعبهم لحتى اوصل للمعده الخرافيه. راح احط لكم اول تمرين واللي هو طحن بهذا الاسلوب، التمرين الثاني اللي هو تعلق على العقله مثلا او على اي حديده وترفع رجلك شوي شوي، هذول اهم تمرينين لحتى تظهر عضلات البطن السكس باك كلهم كاملين. سؤال مهم كثير عبد الله عم يسال: الله يعطيك العافيه كابتن، انت رح اقول الله يعطيك العافيه كابتن. سؤالي: هل لازم تغير التمرين كل فتره، يعني مثلا 3 لـ 6 شهور، او عادي تضل على نفس التمارين مده اطول حتى تلاقي نتيجه؟ يعني نغير التمرين قصده انه كل 3 لـ 6 شهور نغيرهم ولا لا نضل عليهم ثابتين لحتى نوصل لنتيجه افضل؟ دائما بحكي بفيديوهاتي على التيك توك كمان بوصي انه شباب غيروا كل شهرين مثلا 3، حاولوا انكم تغيروا بالتمرين بجدول التمرين لحتى يكون بمستوى اعلى، دائما في مستوى اعلى من التمارين، ممكن بالمجموعات، سواء بالمجموعات او سواء بدمج التمارين مع بعضها، يعني مره مثلا لعبت انت الصدر مع البايسبس، المره الجايه العب صدر مع التراي، نفس الشيء الظهر، نفس الشيء الارجل، الكتاف، شوف انت وين الضعف عندك ركز عليه. مثلا انا بالنسبه لي الكتاف بحاول اني اركز عليها فبخليها بيوم كامل لحالها، بعطيها تمارين كل فتره كل شهرين ثلاثه بعطيها تمارين خاصه مجموعات اكثر. حتى اني عملت فيديو كمان عن الصدر، في ناس كثير بتقول لي انه بدنا تمارين للصدر خرافيه، عملت لكم اياها، شفتوا 3 تمارين بس كانت بتفجر العضلة الصدر بطريقة خرافية، شوفوا لهذاك الفيديو ورح تتأكدوا من كلامي. المهم كل فترة كل شهرين ثلاثة أفضل أنك تغير التمرين أو أنك تزود بالمجموعات وتزود بالأوزان أكثر لحتى تشوف الفائدة، لحتى توصل لنتيجة بشكل أفضل. إنه إذا ضليت على نفس التمارين ونفس المجموعات خلاص جسمك تعود تأقلم، ما عاد في صعوبة بالتمرين، لازم تخلي التمرين دائما صعب، يعني تطلع ثاني يوم خلاص تحس بعضلة، إذا كان عندك صدر ثاني يوم بالبيت هيك حسيت إنه عضلة الصدر عم توجعك معناته أنت شغلك صح، أما إذا خلص
كله عادي، ما في وجع، ما في شيء، جسمك معناته تعود وما رح تشوف نتيجة، ما رح تشوف تطور. بدك تطور عضلي، غير، خلي تمرينك يكون أقوى دايما. في كتير تمارين بيعملوها الشباب وناس محترفين، عندك مؤمن ماهر، في عندك درة، كلهم بيعملوا تمارين دايما، كل فترة بينزلوا تمارين خرافية محترفين. فممكن تتعلم عن طريق اليوتيوب أو حتى من مدرب، إذا أنت عندك مدرب خاص كمان يجدد لك البرنامج بيكون أفضل. السؤال اللي بعده لغاد عم يقول: هل ممكن بناء عضل مع بروتين قليل وكارب عالي؟ يعني تاكل نسبه بروتين قليله وكارب عالي ممكن تبني عضل، اكيد رح تلاقي في يعني في ضخامه عضليه، بس اغلبها ممكن تكون دهون لانه كارب عالي. بدك كمان بنفس الوقت بروتين عالي. كثير ناس بتقول لك انه لا تاكل اكثر من هيك، هدول النسب اللي بحطوا لكم اياهم، انه تاكل نسبه بروتين مثلا كل واحد كيلو تاخذ له 1 جرام من البروتين، هدول للناس العاديين مش للرياضيين اللي بده يبني عضل كبير. فاذا بدك تبني عضل تشوف تطور عضلي بده يكون نسبه البروتين عاليه، تمام. هلا مثل ما قلت لك انت ممكن تلاقي في فرق في ضخامه عضليه، بس رح تكون كمان اغلبها دهون. هيك بتلاقي كبير مثلا دهون، كله دهون ومي، ما حلو الشكل. بدك تفاصيل، بده يكون تضخيم نظيف. انا برايي تعلي نسبه البروتين مع الكارب والدهون بنفس الوقت لحتى تشوف جسم وعضلات اكبر. السؤال اللي بعده يا ويلي شوب، احترق وشي، اختنقت، مشغل الفرن لانه عم ساوي سمك، فالبيت نار نار يعني حاليا. مهم سؤال عم يقول خليل، هذا كتير مهم السؤال، ركزوا معي منيح. عم يقول: يا كوتش، كيف بدنا كيف ننشف بدون ما اخسر عضل؟ تنشف بدون ما تخسر عضل، كتير مهم السؤال. في شيء اسمه بوزيتيف نيتروجين بالانس. النيتروجين هو بيجي من البروتين، البروتين في احماض امينيه، يعني النيتروجين هو جزء من الاحماض الامينيه. فانت لما بتاكل بروتين بيروح الاحماض الامينيه والنيتروجين بالجسم، فبدون هاي انه يكون في عندك كمية كافية من النيتروجين بالجسم اللي هو البروتين، يعني أنا قصدي إنك تأكل نسبة بروتين منيحة رح تتحافظ على العضل، رح تلاقي إنه جسمك عم تخسر فيه عضل. فلازم تأكل منيح، نسبة منيحة من البروتين. مثل ما حكيت قبل شوي، في نسب لكل شخص متفاوتة حسب جسمه الرياضي، حسب هدفه، حسب وزنه. فمو كل الناس نحكي إنه خلاص تأخذ 1 باوند أو 1 جرام من البروتين لكل 1 كيلو من الجسم، لكل الناس ما بتصير هذا الشيء. ناس رياضيين، ناس محترفين، ناس ضخامة عالية عندهم يعني وزن عالي، فبحاجه للبروتين اعلى، ولا راح يخسر كتله عضليه. انت هذا اللي ما بدك اياه، تحافظ على البوزيتيف نيتروجين بالانس اللي هو اول شيء البروتين، تاكل نسبه بروتين كافيه مشان تحافظ على النيتروجين اللي حكيناها. الشغله الثانيه كمان واللي هي التمرين، انك تحافظ على التمرين يكون تمرينك قوي، مو بمرحله التنشيف انك انت يعني هلا راح تحس حالك شوي ما في طاقه، بس بدك قد ما فيك نفس الاوزان، يعني ترفع نفس الاوزان اللي كنت عم ترفعها، وما تتكسل انك ما تروح على التمرين ولا راح تخسر كتله عضليه. الشغله الثالثه اللي هي النوم، كمان النوم اهم شيء. هذول الثلاثه اللي اسمهم بوزيتيف نيتروجين بالانس تحافظ عليهم. ذا كينج يزن عم يقول: انا حابب اشترك معك لمده شهر، كيف؟ لانه على الموقع موجود شهرين او لمده ساعه. لا، هو عندي البرامج، في عندي عده اشتراكات، بس شهر واحد ما في، يعني هو كله كامل، باكج كامل لشهرين لحتى تشوف انت فرق. ما بشهر واحد ما راح تلاقي. بالنسبه للبرامج بدون متابعه كمان، هذا اشتراك ثاني بيكون ارخص بكتير، لانه في ناس بس بدها انه برامج تكون محسوبه، سواء برامج غذائيه وتمارين محسوبه لها وخاصه، وهن بيعرفوا يستمروا. بعد شهرين ممكن اني اتابع معهم نشوف وين صاروا ونغير لهم البرنامج. هدول ممكن تشوفون على www.mostyle.se، تشتركوا معي هنيك لحتى ادربكم اونلاين او اسوي لكم برامج اللي بتوصلكم لهدفكم. والسؤال الاخير يلي هو يعني سؤال مهم جدا وكثير ناس تسالني اياه حتى بالجيم، ولا تستغربوا، مو بس عرب، يعني اجانب سويديين كمان، نحن الاجانب يعني هم السويديين بيسالوني انه عن هذا السؤال. فعم يقول باسم: هل العلاقه الزوجيه اللي جنسيه يعني الحميمه تؤثر على بناء العضلات؟ هي الخرافه موجوده من زمان، من وقت ما كنت صغير كنت اسمع انه المتزوج ما لازم مثلا يعمل اي شيء مثلا علاقه زوجيه لحتى ما يخسر عضل، تمام. هيك المدرب بيقول له انه لا تعمل هيك لانه عندك بطوله. يعني للاسف هاد هي الخرافه موجوده، ولهلا حتى في ناس تسال لهلا انه ممكن تاثر على بناء العضل او تطور العضل او اني اخسر عضل بسبب هاي العلاقه. الاجابه يعني هي لا، اكيد لا. ليش؟ لانه كله متعلق بهرمون تستوستيرون. نحن عندنا نسبه مثلا بهرمون تستوستيرون كذكور، فبعد هاي العلاقه ممكن تنخفض شوي، تمام، بس ما رح تأثر على بناء العضلات، لأنه رح ترجع بعد يومين ثلاثة مثلا ولا أسبوع رح تلاقيها ردت رجعت وبمستويات أعلى، فما رح يأثر على مستوى العضلات أبدا أو على تطور العضل. يعني هي الشغلة الوحيدة اللي ممكن يعمل هيك إنه انخفاض التستوستيرون بسبب إنه بدك ترتاح، بدك تنام،
بعد هذا التعب، او ممكن الزنك، لانه بتعرف انتو السائل المنوي في يعني من مكوناته هو الزنك والنحاس، فالزنك هو اللي بيرفع مثلا من هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي بنسب قليله، فاذا خف الزنك بالجسم ممكن ياثر على هرمون التستوستيرون. بس انتو عوضوا بالاكل بالمكسرات بالكاجو يعني والعدس البقوليات، كل هدول بيساعدكم لحتى ترجعوا ترفعوا مستوى الزنك بالجسم، او ممكن مكمل كمان زنك كمان بيساعد. بس المهم انه هل العلاقة الزوجية بتأثر؟ اكيد لا، يعني ما بعرف هذا الخبل وهي الخرافة منين جايبينها انه رح يأثر على العضلات او رح يخصوا العضلات، يعني اذا صار في هيك علاقة يعني هي مجرد خرافة. المهم انتو بعد العلاقة مثلا ما تروح على الجيم مباشرة، يعني خلي لكم ساعة لانه رح يكون جسمك تعبان، هون بتأثر انت على تمرينك على ادائك بالتمرين، بس لانه تعبان ما عاد في طاقة، فخلي بعد ساعتين او عندك طول اليوم، يعني عندك طول اليوم 24 ساعة، نقي وقت يكون بعيد كتير لما بدك تروح تتمرن، تمام؟ هاي هي الفكرة. بس ما بتأثر مثل ما حكينا، عشان ما تبدو تعيدوا كتير الناس تسألني فجاوبتكن عليهم. هدول هن الأسئلة بالنسبة لليوم، عشان ما يكون الفيديو طويل رح حاول اني اشوف الأسئلة المتكررة سجلهم على جنب عشان المرة الجاي نعمل فيديو. بعرف انه كتير شباب كتبت لي انه عملنا هيك فيديوهات عن الإجابة عن أسئلتنا، فتكرم عيونكم رح أعملكم هيك كتير إذا الله راد. هذا كان كل شيء اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا لايك اشتراك للقناة، بحبكم كتير. إذا بدكم تدريب شخصي أنا موجود على الفيس أو الانستغرام، الرابط موجود تحت بصندوق الوصف أو على موقعي www.mostyle.se، كمان هنيك ممكن تشتركوا مباشرة توصلني الفورمة وأبلش معكم التدريب أونلاين إذا الله راد. شوفكم عن قريب، تكير، سلام.